الشريف لله رب العالمين تبية للمبادرة الملكية للتنمية البشرية. حاولنا مجموعة ديال الإخوان في المؤسسة ديالنا باش نعطيو واحد الروح لمدينة العيون الشرقية، وهي روح يعني ماشي كمساعدة ولكن روح باش نفعلوا الطاقات ديال الناس ديال العيون ونخليو الناس ديال العيون يفكروا في العيون الشرقية. هذه المبادرة هي غير استفادة ديال مجموعة ديال الإخوان، منهم الأخ مبارك شباب، الأخ فارس شكروني، الأخ بنيون سعدي، مجموعة ديال الأخوات، وكاين حتى مجموعة ديال الإخوان هنا اللي كيشاركوا في هذه المبادرة هذه، ومنهم سليمان بورقبا ومجموعة ديال أعضاء أبناء ولاد العيون الشرقية. وهذا الشيء هذا نطلب الله من الله عز وجل أن مجموعة الإخوان اللي على برا غيون العيون الشرقية حتى هما يلتفتوا للعيون، وحتى الناس اللي هنا في العيون حتى هما يحاولوا يكون عندهم جدية في العمل ويفكروا أن الحياة غادي تفوت، ولكن الواحد يخلي واحد المسمار في الحياة ديالو باش يعقلوا عليها الأجيال القادمة إن شاء الله.